خطفت الفرحة العارمة لمدرب الخيل السعودي حمد الرشيد الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحقيق كأس السعودية للخيل فاز الجواد سينور بوسكادور الذي قام بتدريبه بالسباق والذي يعد الأغلى في العالم وتسلم مالك الخيل الفائز والمدرب الكأس من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اللي خدنا السعوديه وبوجودك الله لا يحمي منك الله يسلمك انت كلك ببركه من يوم جئتنا الى يومك كلنا كل اللي هذا لك الله يسلمك الله على ساعدة. الامان وعلى هذا اكبر شيء من الامان الله يطول وبوجودكم هذا المفروض كله يسعدون مبلغ قيمة عاليه ما يحرم من الرياض ينضم الينا المدرب السعودي الفائز بكاس السعوديه حمد الرشيد. محمد مساك الله بالخير. ألف مبروك أنت خطفت كل الأنظار في ليلة التتويج بفرحة عارمة وكأنها الفرحة لأول مرة يعني فكلمنا أول شيء عن سر هذه الفرحة العارمة في هذا في هذه الليلة يعني مسيك بالخير ومرحبا ومسهلا هذه فرحة عارمة مع المدرب حمدان رشيد نعم. مع الشعب السعودي بأكمله هذا انجاز كبير ولله الحمد كان في فرحات كيسان كاس الملك عبدالعزيز وكاس الملك عبدالله وكاس الملك خالد وكاس الملك سلمان وكاس كيسان ولي العهد مرتين وهذه الفرحه ما توصف عندنا الله يحييك بمقابله محمد بن سلمان راعي راعي الرويه. اي وش كان دورك؟ هذا راعي الرويه. الله يطول في عمره ويبارك لنا فيك ايضا، وش كان دورك؟ كان في هذا السباق؟ أي. كان دوري يا طويل العمر شرف الحريري الله يكثر من امثاله كان مه... م... عنده اهتمام انه يشارك في الكاس السعودي أي. من قبل من يوم أس... من يوم اسس هذا الكاس ولا تنحت له الفرصه الا هذه السنه وكنا الحصان هذا ملقين عليه الانظار من سباقاته من كل شيء، انا دوري كمدرب ومشرف على الصفقه. أي والحمد لله الله وفقنا بوجود شرف الحريري أي وبوجود العيال وبدراستنا لسباقات هذا الحصان، فالحصان هذا خاسر مع اربعه ابطال من الابطال اللي شاركوا امس. صحيح. والحصان هذا يوم شفنا خساراته ثاني ثاني فالحمد لله تحققت الانجاز في اقل من فتره قبل القرعه بساعتين صار نحن دراستنا مكتتمين عليها وجينا المالك والمالك رب رحب ونحن نكون مع شراكه في هذا الحصان اي كم 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 هذه أي كم كم كانت قيمه الصفقه؟ من جزة؟ كم شريتوه الخيل؟ والله كان لنا نسبة في هذا الحصان ما هو بكله لأن الحصان هذا قيمته غالية واجد وخذنا نسبة هي. ويكون الحصان ها يركض بشعر شرف الحريري ويكون التسليم بأسمانا وبأسمى شرف الحريري هي. بزادة على ذلك يركض بأسمانا في دبي هذه طريقتنا مع مع المالك الامريكي 100 مليون اقل اكثر تم لا 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 الحصان قيموه بحوالي بحوالي خمسة ملايين خمسة ملايين دولار دولار اي, أي نعم واول أي سباق يشترى يشترى كامل أي. كان يشترى كامل هل كان هذا السباق دعم. بالنسبة لحمد الرشيد كيف الله أقول هل كان هذا السباق سباق السعودية هو السباق الأكثر صعوبة في تاريخ السباقات اللي اللي شارك فيها حمد الرشيد كمدرب الرشيد أفضل الرشيد اي أيوة. ونعم الله يحييك طبعا لان هذا السباق لان السباق هذا عالمي عالمي على مستوى العالم باكمله والحصان اللي خوضه يعني عباره يكون من الحصن اللي قيامها عاليه بعضها قيامها حوالي 20 مليون هي. 15 مليون يعني يعني شيء باهظ ف فانا تفاجات يوم الرجل اعطانا نسبه في هذا الحصان لان هذا السباق يعتبر من اقوى السباق كل نتمنى إن انه يستلم هذه الجائزه من يد رعى الرؤيه محمد بن سلمان فالحمد لله حظ بها شرف حظينا بها وحظي بها الشعب السعودي لان الكاس يعتبر اغلى كاس على العالم وصار الكاس موجود عندنا في السعوديه ولله الحمد يعني كم النسبه اللي اعطاك اياها شرف الحريري النسبه آه النسبه لشرف الحريري 30% موجب عاق وموثق من من المحامين ومن جهه ال 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 النادي بس كيف كيف استطعت تدريب الخيل وفك شفرته يعني هذا الجواد اللي هو سينور بسكادور في وقت وجيز في سباق مهم عالمي وخاصه انه يعني حتى كان كانت ليله ثأر يعني من 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 جواد اخر اللي هو ناشيونال تريجر هذا اللي فاز عليه في السباق في سباق بيجاسوس يعني كانت المسأله صعبه ولا لا؟ يا طويل العمر الحصان جاينا جاهز أيه؟ جاينا من امريكا جاهز باسم صاحبه ومرشح في هذا السباق فحنا تفاوضنا مع راعيه وهو جاي مطقمه وبكل شيء وحنا كنا مشرفين مع المدرب ومع المالك ورسمنا له الخطه وفكنا الشفره ان الله سهل لنا ندخل معه كشركاء كشركاء بعدين ان الرجل كان متفاهم وكان الرجل واعي وعقب ما اطلقنا البيعه قبل السبق بيومين فاجتمعنا معه ومع المدرب ومع الجوكي ودرسنا حالة سيدتنا نشرحها لهم لأن هذه أول مرة يجون هم أي. واتفقوا معنا على رأينا أن السيدة لها مراحل لازم يقطع هذه الحصان واتفقوا معنا ولله الحمد صارت خطتنا مع خطة المدرب والمالك صارت ناجحة مية في المية ولله الحمد هذا ما هم جهود منا هذا مكرمنا به العزيز الحكيم نحن نصل عم. لولي العهد ونسلم عليه الله يوفقك وألف مبروك مرة ثانية تفضل أنت فعلا خطفت الأنظار ولفت يعني الانتباه لك من خلال هذا الفوز من خلال أيضا كذلك الفرحة العارمة من خلال لقائك طبعا الثمين والمهم والتاريخي بسمو ولي العهد شكرا جزيلا لك حمد آل رشيد المدرب السعودي الفائز بكأس السعودية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات